الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قصة حديث، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. نواصل في هذه الحلقة ما كنا بدأناه في الحلقات الماضية من الحديث عن نزول القرآن على 7 أحرف وما تبع ذلك من نقل القرآن وجمعه في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ذهب المصحف الذي كان زيد رضوان الله تبارك وتعالى عنه قد جمعه في عهد أبي بكر. بعد وفاة أبي بكر ذهب إلى عمر، لكون عمر كان خليفة المسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبعد وفاة عمر ذهب إلى حفصة رضوان الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين. في زمن عثمان أتى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يغازي مع أهل الشام والعراق في فتح أرمينيا وأذربيجان. يغازي معهم معناه أنه كان يغزو مع أهل الشام وأهل العراق، كانوا مجتمعين في مكان واحد وحذيفة كان معهم، يريدون أن يفتحوا أرمينيا وأذربيجان من الفتوحات التي كانت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الذي حصل في ذلكم الوقت أن حذيفة فزع. لماذا فزع؟ فزع مما رأه. الناس في ذلكم الوقت كان كل قد تلقى القرآن بكيفية وآلية معينة، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما أسلفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ صحابته، أقرأ عمر بحرف، وأقرأ حذيفة بحرف، وأقرأ ابن مسعود بحرف، وأقرأ زيدا بحرف، وهكذا أقرأ عددا من الصحابة، كل أقرأه بحرف من هذه الأحرف التي نزلت عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الأحرف كما ذكرنا متباينة مختلفة، وكلها من عند الله تبارك وتعالى. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين في الأمصار، يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله تبارك وتعالى، يريدون أن يقوموا بفرض الكفاية في تعليم هذه الأمة. فكان كل صحابي يلقن تلاميذه القراءة والحرف الذي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا في مكان واحد، فصار كل يقرأ بالقراءة التي أخذها عن شيخه الصحابي، فوجدوا أن هذه الأوجه مختلفة متباينة، فحصل معهم عين الذي حصل مع عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام الذي ذكرناه في أولى حلقاتنا التي تكلمنا فيها عن نزول القرآن على 7 أحرف. ذكرنا في ذلكم الوقت أن عمر سمع هشام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن انتهى قال: من أقرأك هذا؟ بعد أن انتهى من صلاته قال: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: كذبت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما تقرأ. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تحاكموا إليه، فقال: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، وحل الإشكال في ذلكم الوقت، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا بين أظهرهم وبين لهم حقيقة هذه القضية. فلما حصل واجتمع المسلمون في فتح أرمينيا وأذربيجان، هال حذيفة ما رآه في
ذلكم الوقت بسبب تعدد هذه الأحرف. فاصل ونعود إليكم من جديد. حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. ما الذي رأى حذيفة؟ رأى حذيفة أنهم قد تطاحنوا وتناحروا، بل وصل الأمر بهم إلى كون كل منهم صار يكفر الآخر والعياذ بالله. لماذا؟ لكونهم يعتقدون أن ذاك الذي يقرأ على خلاف قراءتهم يحرف كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا هذا كله من الغيرة على كتاب الله عز وجل. ما دفعهم إلى هذا إلا أنهم يغارون على كتاب الله تبارك وتعالى، لكنهم لا يعرفون حقيقة نزول القرآن على سبعة أحرف، إما أدى بهم إلى هذه الشحناء وكل صار يقول ما تقيم كتاب الله، كل صار يقول للآخر هذا الأمر. حذيفة هاله هذا، خاف وارتاع، ذهب إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتابهم اختلاف اليهود والنصارى. كتبهم مختلفة متنوعة، كل يقول هذا الصحيح وهذا الباطل، وكل يزعم أن الذي عنده وحي الله تبارك وتعالى وأن الآخر إنما هو محرف لوحي الله تبارك وتعالى. هذا حال اليهود والنصارى. فحذيفة يقول لعثمان أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتابهم اختلاف اليهود والنصارى، وقص عليه الذي حصل. ما الذي فعله عثمان؟ بكل بساطة ذهب وأمر، طبعا ذهب وجمع يعني جمع لجنة لكتابة المصحف من جديد، وأمر بإحضار الصحف التي كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لتكون مصدرا من مصادر الكتابة، وأمر كذلك بإعادة جمع القرآن من جديد تثبيتا وتأكيدا لما هو موجود في صحف زيد التي كتبت في عهد أبي بكر رضوان الله تبارك وتعالى عنه. فكان الآن عندهم مصدران، مصدر أول وهو ما كتب في عهد أبي بكر، والمصدر الثاني إعادة عثمان للجمع مرة أخرى. كان يدخل عليه، يعني هو وقف خطيبا في الناس، قال له من كان عنده شيء من كتاب الله فليأتي به، فصار الرجل يدخل عليه، يدخلون عليه بالقراطيس والأوراق التي عنده، فيقول يشهده أأنت أخذت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبته بين يديه؟ فيقول نعم. فجمع القرآن و أمر بعد ذلك بإحراق كل ما سوى الصحف التي كتبها. لماذا؟ حتى تكون هذه الصحف الموجودة هي الصحف المعتمد عليها، أي اختلاف ينشأ بعد ذلك ننظر إلى هذه الصحف ونعتمد على هذه الصحف فتكون مرجعا للناس في حال اختلافهم. أي اختلاف يحصل بعد ذلك، ها موجود ولا ليس موجود في تلك الصحف؟ موجود في تلك الصحف، خلاص انتهى الموضوع. ليس موجودا في تلك الصحف، إذن هو ليس بالوجه الذي يعتمد عليه في القراءة. فهذه هي العلة التي من أجلها أمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه بحرق ما سوى مصاحفه رضوان الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لو ألقى تلك المصاحف أو تلك الأوراق التي كان القرآن مكتوبا عليها لن تكون ثمة أي قيمة لجمعه وأي فائدة لجمعه، والمشكلة ستبقى. فمن فطنته وذكائه أنه أمر بذلك رضوان الله تبارك وتعالى عنه. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بحوله عز وجل وقوته. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.